روح مولي. ابلع ابلع ابلع. يلا خلاك اثنية. ويلي هذا 30 30 كل. السلام عليكم شباب بناشا، كل بخير شباب، اسفين على القطعة لان احنا ما لحق. شكرا لكم، يعني ما ادري شلون اشكركم. انا وصلت مليون وحيدر مليون، بقت بس القناة الجيمنج ما عندو يا ادوب اللي حقلها ننزل مقاطع. اوكي شباب، قبل ان نبلش الفيديو، هذا انستغرام المودي وهذا انستغرام مالتي، اهم شيء تكون على انستغرام لان ننشر ستوريات وكل شيء ننشر. طبعا شباب هاي القناة مال الجيمنج وصلت 300,010، فلازم نوصلها مليون باقرب وقت. يعني قناة مودي بيها مليون، قناة بيها مليون عادل، يعني كلها مليونات. اي يعني في شيء مرتب يصير، يعني ما زي المتابعين بس عندك الانستغرام ابد ما بي تفاعل، يعني 50,000 اني مودي تقريبا 15,000. فاهم شيء تضيفون على الانستغرام لان تعرف كل شيء، اطلع من الفيديو ضيفنا على الانستغرام انا مودي كل شيء بالوصف. اوكي شباب، فكره التحدي مال اليوم، انا طرحت على مودي قلت له مودي اتحداك من 100 دولار يعني اجيب اكثر من 25 كل بالمستودع. جاهز مودي؟ اي انا جاهز، دائما جاهز. أي. شباب اللي ما يعرف هاي المستودع، هذا مستودع مال احتل مرات سي او بي و اي، هو هنا مكتل هوايه. اوكي والله انت ما مطلعك، يعني الفيديو يصدر ترند ما جيت تطلعك، ماكو فايده. ترى اللايك بس تجي على الفيديو، ترى ما عليه اي شيء. اوكي فاضغط لايك، اذا اللايك ينتج بخش ودوس لايك. يلا لان بلا حداك دوس لايك في هذا الاسبوع. يلا اقف، يلا اقف، خلينا نحسب منها ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة دوس. عسيدك يلا بلش الفيديو، عسيدك على اللايك، حساباتنا الوصف ونبلش. يلا اوكي، يلا مود 100 دولار حتى تشحن بيها. باي اسلحة؟ باي اسلحة يعجبك انت. الله خليك ام 7 وسكوب 6. يلا يلا حسنا، حسويكم سلاسل، حسويكم سلاسل انا ومودي. ترى شباب راح يتفاجئ اذا انا انزل وحدي من دون مودي، لان مودي ترى صار عنده دراسه وما يقدر يصور. حيضرب بداي عادي ما بيه شيء. انا راح اوصل 100 الار بي، هنشوف راي المتابعين، يا لبسه يختارون مال 100. اوكي تعال تختار من توصل الار بي 100. مودي يعني حتاكم لبسه والله. ياهي هاي اللبسه مال البنيه. طيب وهذه ياهي الحلوه، هاي حلوه الحمراء. ايه يلا شباب هذا سيزن طبعا حشرات. اي فع. اي حلو، هسه يلا بلش باللعب. يلا هسه راح نبلش بالتحدي. انكو على بالقميص 100 دولار يا بي. هلا شوفها. اوكي دقيقة مخصصتكم. شباب ما عليكم من ايمل لان انا متعود عليه. اوكي خليني اقعد قاعده. اليوم ما تلعب مستودع؟ لا هي مستودع بالشكل الثاني. اي اوكي هسه هذا شو قلنا مراكز. انت وحدك لو يا تيم؟ لا يا جماعه. اوكي راح مودي. لا يا نت لا. واحد يعني حدك جيمين يعني تجيبين 25 كل. لا تقولي كده لا. اوكي مودي احد لازم حدك انه جيمين تجيبين 25، لو الجيم الاول اذا ما جبت الجيم الثاني لك محاوله ثانيه. والله نت والله ابلع كفو جاك بور شو مالك قنبله. مودي مو وراك واحد فكرة. لا النت النت ايه قتلت واحد اني ايه اربعه. ترى سلاحك خرا سلاحك. لا لا بالعكس هاي ام 7 قتلك. اي هو النت هيك ما ادري هلا هلا هذول الاوزي ليش تسحب وتطلع لقبه؟ خلي ضربك اقتل كمل ريلود وكمل علي. والله السلاح فيطي سلاحك فيطي عمي سلاحك فيطي. فرس بنون وراي راح تخسر مودي 100 دولار حرام. جيت قاتل هسه 6. شنو هذا السلاح؟ ربك تختار هذا السلاح تقتل بي وذا الاوزي. شنو السلاح هذا؟ دير بالك يا الله يا الله.
توك. كفو كفو. يلا 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 روح موليك. ابلع 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 ريلود. لا طيب لك بعد محاولات. يلا 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 فوق الكل. ما قتل الجبانت هشو وراك. واحد منك منك دير عليك. دير عليك ذاك واحد منك. مو هاي يعني هواي بهم غدرات. تعدل ايه ابن الذين. طيب بدي اغدركم هذا شنو. روح كاتل شقد دعش. بعد لك بعد لك تقريبا شقد 14. طار راسه. تطلع هنا الحصر هات له. هد والله هد دم 56. اوكي لا يا مولاي تباك تباك ارجع لي يا بابا. ايش في صاحبنا طشرها راسك. يلا ما صار شي كمل. اطلع صاحبنا. تعال تعال رجال. مفروض اثنين مننا وواحد قاعد ارمي عليه. جذبك شو مالك قنبلة في الشي سطرة بيها. ها بيها قنابل؟ هي عادي روح. ريلودينج وين؟ تم جا شوية. غلط غلط تطلع هيجي. خلاص تطلع هيجي انطمها جاولك. اسمع اللعب باع نايم. هودي احمس عليك انت قبل تطلع له. لازم نحتل لازم. وخر وخر صاحبي. ار بي جي. طار والقنبلة. تقلوبي. مستعد. روح واحد. تعرف تسلم سري. وين تدار وش غلط 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 وين تدار وش غلط تم قدامهم تلات فيهم. يلا يلا مود حماس حماس شنو لك $100 غير كسر الدنيا. روح بالحضن عربي عربي ومنت. The red team is leading as domination enters. جاكم هون طاشر راسه يا رجال. مر القنبلة بالحضن. ما عندي شمرتها انشيب ليه. طار راسه طار راسه والله يا رجال. روح جاكم ناكر. صمتك صمتة ما صايرة. روح ابلع نوب. طيب يلا جيبك منها جيبك منها منها من هالجهه. بس خلي يجون جماعتي هيجيكم من ورا دير بالكم. روح ابلع مملك. يلا يا ابي تعالوا مو دي بقات لك الجيت. ما بخلي شيء ما بخلي شيء. بس ما كاتب 25. لا عادي اقبض كل جيمين. الجيم انا كده جيب 25 كود. لو الجيم الاول جيب 25 والجيم الثاني. عليكم الله تعالوا. ماركت اللوكيشن. هذا هذا. لا رب. جوك. روح. شنو هاي؟ 20 بعد 5.
وين تجيبهم؟ شنو وين اجيبهم؟ ما بقى 5 دقائق. ايه حلو، حاول من جيم الاول تطلع احسن لك. يلا اجاك اجاك الموت يا تاري. اولي ار بي جي اون. تعال يا ولد انظره. وين شمرت؟ قول شمرت. شنو انت ار بي جي شايل عليهم انت وتتختل بي؟ مامو بوكيتين كنت دمروا من ورايا وقدام تحاصرت كلش. هلا عملوا لك ويا الجلادين اربع كلات ما اجيب هيل على الاسس والله. يعني كون فوق ال 25 كل قد قالك؟ ثلاثة؟ ما ادري ايه. يلا خلاك اثنين. ايش كذا بقى لك؟ اثنين. بقى لك اثنين و 400 دولار من اول جيم. حاول من اول جيم. بعدين تقول لهم طول. اوكي. بقى لك واحد؟ خلوا 400 دولار. او عشان تري طق مودي. 400 دولار من كم الجيم تاخذها؟ ايش قلت 26؟ 26 كل يعني تعدى التحدي. عاش تيدك يلا كفو. لك عاد جيت كم كل؟ ايش قد؟ 28. 28 كل لك عاش. ويلي هذا 30 كل. عاش تيدك عاش تيدك جلد. ويلي 30 كل. انا طافي عندي 25 واول جيم 30 كل لك جلد. ويلي 31 يا ربي 31 كل. خلي ياخذون الجيم عادي ياخذون الجيم عادي. تحدي 32 اجلوب. عاد هم فازوا. هم فازوا 32 جيم. 32 كل مودي جاب 32 كل. الف مبروك عليك مودي. تعال 100 دولار 32 اكثر من جماعته واكثر من جماعتهم. عاش تيدك. هاي ال 100 دولار مودي مبروك عليك ال 100 دولار. اروح اشحن. راح تروح تشحن بيهن؟ يا سيدي 20. اوكي شباب احنا ما نسوي لكم مقاطع على الشحن، احنا كل فتره ونسوي الشحن. عندنا هاي الفلوس فيها هواي اشياء احسن من الشحن. وهاي شباب صبغ شعر باركولي مو صبغ شعره. اوكي شباب وصلنا نهايه المقطع. اتمنى ربع عجبكم ولا عجبكم. ان شاء الله يعجبكم. لا تنسون لايك واشتراك وزر التنبيهات. هذا حسابي على الانستغرام. وهذا حسابي على الانستغرام. روحوا ضيفونا. البيج مالتنا الخاص ينزل فيه فيديوهات بالوصف. قناتي للفلوجات سويتها اني. اشتركوا بيها بالوصف خلينا نوصلها 100,000. وهاي مليون. مو هاي القناه تعودوا تشتركون بيها وشاركوها. وراح ينزل لكم فيديوهات دائما بس نعتذر عن الانقطاع. بس